2021 كان وشعلك عامل ازاي؟ والله ان شاء الله احنا مستبشرين خير ب 2021 ان شاء الله. اول حاجه تزاح الغمه اللي احنا فيها بالنسبه لكورونا، وان شاء الله كل واحد يحقق امنيته والمشاكل كلها اللي في داخل مصر ان شاء الله ربنا يكرمنا وتتحل، وربنا يعم السلام كلها على الدنيا كلها يا رب. الحمد لله، لا ما فيش حاجه، الحمد لله ربنا يعديها على خير ان شاء الله ويزيح عنا الغمه اللي احنا فيها ديت يا رب من عند ربنا. بس في امل بالنسبه للكارثه اللي حصلت في العالم بتاعت كورونا ديت، ازمه فظيعه قوي قوي، يعني تحس باحباط من في اي حاجه. يعني بص، ممكن يكون واحد بيحب واحده وخلاص هيتجوزه، خلاص هيتجوزه، وفجاه يلاقوا كورونا ديت بتهزم الفرحه من جوه خالص. والله كان وشها ملاش ملامح خالص، الشغل طبعا ما عادش زي الاول، والعيشه برضو ما عادتش زي الاول، وطبعا التعليم برضو، نقطه التعليم دي مهمه جدا. وبالنسبه للاجيال اللي طالعه طبعا بنظام التابلت ده، هو الدنيا يعني مش مبشره بالخير، لان التابلت ده برضو مش مدي فرصه للاجيال اللي طالعه اللي تتعلم كويس، فبالتالي هيصبح ان هو نظام فاشل وسكتنا عليه، فطبعا هيخرج اجيال فاشله. فيجي لما طبعا بعد فتره زمنيه 5 سنين ان كل واحد يوصل لمكانه في المجتمع، طبعا ساعتها يعني مش هيبقى موجود في مكانه الصح، لانه ما اتعلمش صح. يعني بنتمنى ان هي تكون كويسه، يعني لحد دلوقتي معقوله، نتمنى ان هي تبقى كويسه احسن من كده ان شاء الله. اولا هي لسه يعني ما اعرفش وشاي وعامل ازاي، بس انا متفائل بيها. واحد، هي ابتدت بيوم جمعه، فدي حاجه كويسه، دي اول حاجه انا استبشرت بيها خير. اتنين، ان شاء الله يكون كورونا يعني ربنا يكرمها كده وتبعد عننا يعني خالص، وان شاء الله بعد 3-4 شهور بالكتير قوي يكون العالم كله اتطعم ضد فيروس كورونا، والحياه تعود في العالم كله، والخير يجي والرزق يجي، وان شاء الله ربنا كريم. دايما انا متفائل بشكل عام يعني، وهي مش شر يعني، هي كورونا ما كانتش شر، هي بس كانت رساله من ربنا اللي هو ايه، نبقى جنب بعض شويه، مش التباعد، مش قصدي التباعد، لا، نبقى جنب بعض شويه، اللي هو فلسفه المليان يكب على الفاضي. بمعنى واحد، انا ربنا كرمني مثلا وظروفي كويسه، واخويا او جاري ظروفه على قدها، فجت كورونا خلصت عليه، ايه المانع ان انا اساعده والحساب يجمع؟ مفيش مشكله. هي دي كانت فلسفه كورونا بالمناسبه، اللي محدش اللي مش كتير فهموها، انها كانت رساله من ربنا عايز يقول لنا ايه، المليان يكب على الفاضي والحساب يجمع، وهي بتدور كده، اللي معاه النهارده بكره مش هيبقى معاه، فيقدم حاجه. انا ده اللي انا شفته في كورونا. والله ان شاء الله باذن الله عندنا كذا قضيه ان شاء الله ربنا يكرمنا فيهم ان احنا نكسبهم ان شاء الله، وولادي ان شاء الله ربنا يكرمهم ويحققوا اللي هم عايزينه، وزوجتي ووالدتي وكل الاهل يحققوا اللي هم عايزينه، وربنا يكرمنا جميعا يا رب. ربنا يكرمنا جميعا، ان ربنا يعدي سنه دي تبقى حلوه علينا وعلى المسلمين اجمعين يا رب. وبس، وابقى فرحانه باولادي كده في اسعد حال. بس نفسي حاجه واحده بس، احس بان انا مش عايز حاجه من حد. يعني ازاي؟ يعني احس ان انا مطمن على اللي حواليا. عايز حاجه، انا عايز اعيش بسلام بس. والله الحمد لله، بردك احنا بردك في مصر الحمد لله الاعداد اقل، وبعدين احنا بردك ملتزمين، والشعب دلوقتي ملتزم عن الاول بكتير، فالحمد لله اكيد يعني ربنا يزيح عنا اي وباء باذن الله. وظهرت الحمد لله رب العالمين الاعداد بدات تنخفض، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرم ويكون المصل اللي هو موجود دوت يكون ليه نتيجه فعاله، وربنا يكرمنا باذن الله وتنزاح الغمه ديت ان شاء الله باذن الله. الحمد لله الاعداد بتقل يعني يوميا، الاصابات بتقل، فنتمنى ان هي تقل خالص وما يبقاش فيه. نفسي ان ربنا يعيني واجوز بنتي معاده، اجوزها تخش يعني على شهر 3 كده ان شاء الله، اتمنى دي امنيتي يعني. نفسي الفساد ينتهي من مصر، لان الفساد لسه موجود، والفساد في الحي لسه موجود، لان اساسا اما اكون بلاعه في الشارع
الغطا بتاعها ممكن عيل يقع فيها اللي هو يموت. حاجه تانية اما اقعد يومين ما فيش ميه عندي في البيت بسبب ان بتوع البوتاجاز كسروا الماسوره بتاعت الميه وبتاع الحي ما لاقوهوش، يروح يبلغ لي يقول روح انت بلغ، وابص الاقي مثلا انا جاي اصلحها بالليل عشان انقذ نفسي انقذ اللي في البيت كله، يوم يقول لي ايه اللي انت بتعمله دوت، هات بطاقتك انت ما تبلغ انت مش ما بدكش. امال هو مهمته ايه؟ مهمته ان انا ساعه ما اكون انا في 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 ظروف وحشه وفي حاجه غلط في قلب الشارع ما يبوصلهاش، لكن الساعه اللي هو عايز لما اكون انا غلط يبقى عايز سبوبه. على المستوى الشخصي انا في بعض القضايا انا يعني داخل فيها تبع جمعيه بتاع لينا، عندنا قضايا انا متفائل بيها جدا، في حكم في 6/4 ان شاء الله، والنهارده انا جاي اصلا من جلسه هي اتاجلت ل 21/2 ان شاء الله ربنا يوفق فيهم. دول ببص يعني نفسي ربنا يوفق، انا كنت متداخل فيهم وقابلت بلاء حسن، اتمنى ان شاء الله يكلل بالنجاح ونكسب القضايا دي بالنسبه للقضايا. بالنسبه لاولادي ان ربنا يسترها معايا انا واولادي ونفضل بصحه، وان شاء الله الدنيا تبقى احسن، يعني انا متفائل بشكل عام وربنا كريم ان شاء الله.